أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.